أغنية جمهور ليفربول القديمة لمحمد صلاح واللي ابتكرها جماهير الريدز مع تألق النجم المصري في أول موسم مع الفريق، وأصبحت تغنيها له في كل المباريات الكبيرة. مع أداء صلاح الرائع في الموسم الحالي واللي يتزامن مع الجدل حول تجديد عقده مع ليفربول وشروطه المادية للتجديد، ابتكر جمهور الريدز أغنية جديدة للنجم المصري تطالب فيها الإدارة بتلبية كافة طلباته. تعالوا نسمع الأغنية. للمزيد من الفيديوهات تابعوا صفحات أخبار الآن عبر كل منصاتنا.